فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم المبتدئين يبدأون في تعلم الفقه في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، ما شاء الله، فهل هذا المنهج صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المحلى ما يصل إليه إلا العلماء الكبار، وهذا مبتدئ. هل تروح للمغني تقرابه وانت توك بادي؟ ما يصلح هذا. المحلى مثل المغني أو أكبر من المغني، ما يجوز ولا تستفيد حتى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.